يا الله يا كريم. السلام عليكم الأخ عبد الخالق، الأخ الجزائري، الصقر الجزائري، ما شاء الله. الأخت سمية، الأخ الهادي، عز الدين رمزي، أخ عبد الحليم، أخ عبد الحميد معضادي، أخ عبد القادر العيفة، عادل بوذينة، الأخ حسام مختار، أخ سمير خلفاوي، أخ رضا برج الغدير. أخويا وجدنا شوية حمايضة برك وتلمع، أنا جايين. الأخ أحمد ربي يبارك فيك. أخ إبراهيم، عماد الدين، حسين والإخوة، حبيت باش نحدثكم في واحد الموضوع. الان مانيش نقرا في التعليقات، نحاول هو انه ندير مداخله اذا كان فيه اخوه فيما بعد، لجل باش ربما نتناقشوا مع بعضنا باش نثريو هذا الموضوع هذا. وماذا بينا باش الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا هو انه فقط تنقلوا الرابط حتى باش تصل الرسالة إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين والجزائريات، سواء الآن على المباشر أو فيما بعد. حبيت باش نحدثكم حول الموضوع هذا اللي هو المتعلق حول الصراع الهوية في ظل هذا الحراك اللي راه موجود في الجزائر. لما نقول الصراع، بطبيعة الحال فيه ناس اللي يحبوهم يتفادوا مثل هذه المصطلحات، او فيه ناس هكذا اللي هما يحبوا يستعملوا سياسه نتاع الهروب الى الامام دون معالجه المشكله، ودون يعني القيام بدور تاع توعيه الناس. وحتى فيه ناس يعني اللي للاسف الشديد حتى هما برواحهم هما ما مش فاهمين هذا الموضوع هذا نتاع الهويه، وبالتالي يصيروا يقدموا في معلومات خاطئه ويصيروا يظلوا في الناس. ولعلكم تابعتم اليوم التصريح نتاع لويزا حنون، يعني نبدا بها ومن بعد نجي باش نتحدث عن الموضوع هذا. تصريح نتاع لويزا حنون نتاع انه يعني نحن الجزائريين لا ننتمي للامه العربيه. وبطبيعه الحال هذا التصريح هو يدل على، خلي يعني نحسن الظن بها، نحسن الظن بها، ما ندخلوش في تفاسير اخرى، خلينا نحسن الظن بها، نقولوا باللي السوء فهم للموضوع. خطر علاش درك نجي اولا نتحدث عن الهويه، والهويه شو هو الفرق بين الهويه والهويه، وعلاش هذه الصراعات راها موجوده في ظل هذا الحراك. راكم تشوفوا الان مثلا فيه بعض الاخوه هكذا في المنطقه نتاع القبائل. أنا نتحدث بصراحة، ما عنديش اللف والدوران هذاك، ونتحدث أيضا بمسؤولية، مانيش من النوع هذاك اللي هو يتكلم كلام هكذاك طائش، ولو أنه مرة على مرة هكذا الإنسان هكذا ربما يغضب، ولا ربما إنسان هكذا يعني تفلت كلمة. الإنسان راهو بشر موش ملك، ولكن نتكلم بمسؤولية يعني خدمة البلاد. والله ما عندي حتى غرض في هذا الموضوع، لو كان جيت راني نحوس على جال باش نجمع الجيمات والله التعليقات، ما نتحدثش انا على 12 تعليق. تحدث بمسؤوليه وبموضوعيه، وتحدث بما اعرفه حول الموضوع، خاطر هذا الموضوع نتاع الهويه غرسوا فينا افكار، هذيك الافكار افكار سامه قاتله، قادره تؤدي البلاد، تؤدي الى الحرق نتاع البلاد.
وهذه لويزا حنون وغيرها، فرحات مهني غيرها من الناس اللي يتحدثوا في هذا الموضوع تاع الهوية، هم برواحهم ما مش فاهمين الموضوع هذا تاع الهوية. شخصيا يعني ما كانش عندي اطلاع حول الموضوع هذا، ويعني هكذا لما سجلت في الجامعة لهنا في تولوز أضافوا هما مادة تتعلق بالهوية، مادة في الجامعة موديل، والموديل هذاك في السنة الدراسية الأخيرة نتاعي في الجامعة وين كنت ندرس فيها هذا الموديل هذا نتاع الهوية. وفي هذا الموديل هذا بطبيعة الحال الناس اللي يقراو يعني كلهم أجانب، واحد من الهند، واحد من الصين، واحد من روسيا، واحد من كذا، يعني من أعراق ومن ديانات مختلفة. واستفدت أنا كثيرا من هذا الموضوع، وفيما بعد درت بحث عليه، درت بحث على هذا الموضوع، وحتى أن الأستاذة يعني اللي درستني هذه المادة هذه نتاع الهوية تفاجأت بالرد نتاعي في هذا الموضوع، خطر تحدثت عليه ليس فقط من باب البحث، وإنما من باب هو أننا عشنا صراع في الجزائر، ولعل الجزائريين والجزائريات ما زالهم إلى تاريخ اليوم عايشين هذا الصراع وشعوب أخرى. فبالتالي أنا حبيت على جال باش نعرف المشكل هذا منين راهو جاي. وكان الكتاب هذا نتاع واحد يقولوا له أمين معلوف، هو في الأصل لبناني مسيحي، وتقدروا تطالعوا الكتاب نتاعو هذا، راه موجود تقدروا تلقوه على الانترنت. اسم هذا الكتاب اسمه الهويات القاتلة، تقدروا تبحثوا عليه في الانترنت وتلقاوه وتقراوه. وانا متأكد من انه لما تقراوا هذا الكتاب بطبيعة الحال راكم رايحين تفهموا اشياء كثيرة كانت غايبة عليكم، ولكن ما راكمش رايحين تلقاو الجواب في هذا الكتاب. انا درت بحث على الموضوع ولقيت باللي حتى هو هذا امين معلوف ما عالجش المشكلة بقدر ما هو انه زاد عقدها، لانه ما طرحش يعني حلول في هذا الموضوع هذا. الهوية الإخوة والأخوات وش هي، والهوية وش هي؟ لو نأخذ مثلا البطاقة نتاع الهوية، قال مثلا لنفترض قال مثلا بيرميد كوندوير، رخصة نتاع سياقة، أو قال مثلا بطاقة نتاع تعريف، أو جواز سفر، يعني بطاقة نتاع هوية. ومن بعد نتحدث على الهوية وش هي الهوية، باش تعرف الناس المشكل وين راهو، الخلل وين راهو. تعرف الناس هل ترى الهوية عندها علام ولا ما عندهاش، هل ترى الهوية متغيرة ولا ثابتة، إلى غير ذلك من المسائل اللي تدور حول الهوية. لازمنا نشرحه أولا، كان هناك فرق بين، أنا ما راهش راح نشرحها بطريقة نفسية تاع التحليل النفسي، خطر فيها موضوع ثاني، هذا الموضوع تاع التحليل النفسي فيها ثاني، فيها بحث نتاع الهوى الأنا والهوى، هذه ثاني فيها بحث، يقدر الإنسان هو أنه يطالع كتب نتاع التحليل النفسي ويزيد يأخذ أيضا فكرة، لخطر الموضوع هذا شائك جدا. وللأسف الشديد أنا قلت لكم درت بحث في هذا الموضوع واكتشفت يعني لقيت الخلل وين راهو، بل حتى بديت في الكتابة، بديت في الكتابة نتاع كتاب حول الهوية هذه، تاع المشاكل هذه اللي تدور حول الهوية، بديت فيه. ولكن للأسف الشديد هو أنه جات أحداث كثيرة وخذلي هذا الفيسبوك هذا واليوتيوب، خذلي وقت كثير، بالإضافة إلى أنه درت عمليتين جراحيتين وكانت فيه كثير من المصائب، هكذا مرة على مرة يموت لك واحد من العائلة، مرة على مرة يصير لك مشكل هكذا، وتعطلت يعني هكذا في هذا الموضوع. المهم بدون ما نضل نعمق في هذا الموضوع، نبدأ بالبطاقة نتاع الهوية. لو نأخذ مثلا
بطاقة نتاع التعريف. علاش يديروا البطاقة نتاع التعريف؟ يعني في الأصل حتى باش تعرف انت الإنسان هذاك وتفرق بين إنسان وآخر. فمثلا أنا العبد الضعيف، درك الناس راهم يعرفوني بهذا الاسم نتاعي، والناس اللي راهم يعرفوني سواء من الأقارب ولا من الأصدقاء ولا من أهل المنطقة نتاعي ولا من الناس اللي يعرفوني معرفة شخصية هكذا، يعرفوني باللي أنا اسمي نور الدين خبابة. لو الآن نهز اسم آخر أنا ونتكلم به، رايح يجي لي واحد يقول لي بلي لا لا انت اسمك نور الدين خبابة، ما تبلعطناش، ما تقولناش بلي انت اسمك مانيش عارف انا جون مانيش عارف انا جون لوي ولا مانيش عارف انا كذا. اذا في البطاقة هذه نتاع الهوية كاين هناك عناصر موجودة في هذه البطاقة نتاع الهوية. قال مثلا القامة نتاع الشخص، مثلا عنده 1.70 متر، 1.80 متر، 1.90 متر، مرة تلقاو في البطاقة تلقاو علامات خصوصية. واحد قال مثلا عنده خانة لهنا، واحد عنده عينيه مع البليشانة زروقة، واحد عنده قال مثلا سيكاتريس في وجهه، علامات. وكاين أشياء اللي يقدر الإنسان مثلا يبدلها، يقدر يبدلها. وحتى الآن في ظل هذه العلوم اللي الآن راها موجودة، من بينها علم نتاع الإجرام. مثلا نقولوا مثلا نبقاو في غرف البطاقة نتاع الهوية بصح باش تشوفوا التفرعات اللي راها تتفرع على هذا الموضوع نتاع الهوية، راها ماشي حاجة سهلة. مثلا في هذا العلم نتاع الإجرام، قال مثلا يحكموا واحد، لا ربما راهم يتبع فينا بعض الإخوة نتاع الشرطة ولا نتاع الدرك ولا من الأمن بصفة عامة هكذا، يحكموا واحد قال مثلا في جريمة، أو ربما يجي واحد يشكي قال مثلا واحد راهو سرق له بورطابل تاعو، والله قال مثلا واحد اعتدى عليه ولا كذا. يجي هو لما يتحدثوا معاه يطلبوا منه معلومات. لماذا؟ لأنه هذيك المعلومات تعرفهم عن الشخص هذاك المبعوث عليه، ومن بين المعلومات يقدر هذا الشخص المتهم يقدر يغيرها. مثلا يجي واحد قال مثلا الشخص هذاك اللي جاو يشكي به قال وشي، قال عنده لحية وراه داير مثلا وعينيه قال مثلا زروقة. هذاك الشخص هذاك المتهم والله نخلي نقوله المجرم، يروح وين يحل اللحية نتاعو، او يبدل مثلا راه كان داير لي لونتي ولا ما عرفش انا، يبدل الملامح نتاعو. لما يجيبوه امام شخص ما يعرفوش، قال الشخص هذا هو اللي سرقك، يشوف فيه هو راهو ديجا تفلاشات الصوره هذيك في راسه باللي الشخص هذاك راه ملتهي، راه عينيه زروقه. من بعد هو يشوف شخص واحد اخر امرض ما عندوش اللحيه، عينيه كحوله ماهمش زروقه، يقول له نو. إذن الشخص هذا هو راهو تلاعب في الهوية نتاعو، تلاعب عليها. هذا كمثال فقط على القضية هذه نتاع الهوية، لخاطر كاين بعض الناس ماهمش فاهمين الموضوع أصلا. إذن في هذه البطاقة نتاع الهوية فيها عناصر، كاين عناصر ثابتة، كاين عناصر متغيرة، كاين عناصر فرعية، كاين عناصر أصلية. والهوية لا تخص فقط الإنسان، وإنما تخص حتى الحيوان. حيوان عنده الهوية نتاعو. الآن راكم صرتوا تسمعوا قال ها هو الكلب الفلاني عنده الهوية نتاعو، عنده باسبور نتاعو، عنده الهوية نتاعو. تخص الآلات، قال مثلا ناخذ مثلا مثال برك، قال نظارة عندها الهوية نتاعها، المركبات هذوك اللي تتركب منهم هذيك النظارة باش راهم خادمينها، واش هي المواد إلى غير ذلك، البورسونتاج. مرات تلقى ما على باليش أنا مأكولة، تلقى المهم حبة نتاع حلوة ولا المهم. كاين هناك أشياء كثيرة اللي هي تسمى في الهوية هذه، تلقى الهوية يعني تسمى العناصر
اللي تركب منها هذيك الشيء هذا. قال مثلا كتاب، هاتف نقال، كرسي، الهاتف هذا اللي الان احنا رانا نتحدثوا منه، الى غير ذلك. فالفرق بين الهويه والهويه هو انه الهويه هذه اللي نتحدثوا عليها فيها اشياء واحده اخرى غير الهويه. هويه مثل ما قلت لكم تقدر تكون في جواز نتاع سفر، في قال مثلا رخصه نتاع سياقه، في قال مثلا بطاقه نتاع تعريف، والى غير ذلك من المسائل. فالهويه فيها عناصر اخرى، من بين هذه العناصر قال مثلا اللغه، الدين، الثقافه، الميلاد نتاع الشخص. قال مثلا العبد الضعيف، انا مولود في الجزائر، ما يقدرش واحد انا ينزع لي هذاك العنصر تاع الهويه نتاعي، من المستحيلات. عندك انت الام نتاعك عربيه، قبيليه، فرنسيه، مسيحيه، يهوديه، كائنا من تكون هذه الام، هذه ما تقدرش انت تولد من جهه واحده اخرى، ولدت من ام واحده، ما يقدرش واحد يجي نحيلك هو العنصر هذاك نتاع الهويه. عنصر ثابت، الميلاد عنصر ثابت. واحد راه مولود في الجزائر، مولود في الجزائر، واحد مولود في فرنسا، مولود في فرنسا، انا مولود في الجزائر، رشيد نكاز مولود في فرنسا. ما تقدرش انت تنحي هذاك العنصر هذاك، ما يتبدلش. ولكن في المقابل فيه عناصر متغيرة. العناصر المتغيرة مثلا الدين، كاين بعض من الناس فاهمين باللي الدين هذا خلاص، يعني هذيك كي تقول الهوية الدين، غلط حساباتك، راه عندك فهم خاطئ الموضوع هذا نتاع الهوية. وكثير من الناس فاهمين الموضوع هذا فهم خاطئ. الدين ليس عنصر ثابت، يقدر واحد يكون مسلم من بعد يصير مسيحي، ولعلكم راه عندكم الأمثلة، يقدر واحد يكون مسيحي من بعد يصير مسلم، يقدر واحد يكون مسلم يصير يهودي، أو يكون يهودي يصير مسلم، بوذي يصير مسلم، مسلم يصير بوذي. فالعنصر هذا نتاع الهوية عنصر متغير متعلق بالدين. اللغة فيها ما هو ثابت، فيها ما هو متغير. مثلا واحد راه هو من أصل قبائلي لكنه لا يتحدث القبائلية، أو من عنصر عربي ولكن لا يتحدث العربية. وكاين هناك أشياء أخرى تدخل في الهوية. قال مثلا أنت أمك قبيلية وباباك روماني وجداك اسبانيولية وأم جداك إنجليزية وجدات جداك عربية، وش هي الهوية نتاعك انت؟ كاين بعض من الناس اللي هما فاهمين باللي هاد الهوية قبيلي وحبست ثم، أو عربي وحبست ثم، أو مسلم وحبست ثم، أو مسيحي وحبست ثم، أو يهودي وحبست ثم، أو فرنسي وحبست ثم. الناس غلطة في هذا الموضوع. كاين هناك عناصر ثابتة في هذا الموضوع تاع الهوية، وكاين هناك عناصر متغيرة تتغير، كاين هناك عناصر تضاف للهوية وتتغير. خاصة ونحن الآن في عصر نتاع العولمة، في عصر نتاع التكنولوجيا، كاين هناك أشياء تتغير وتتطور، كاين هناك أشياء تروح، وكاين هناك أشياء ثابتة. كاين هناك خلط بين الهوية والانتماء، مثل ما كانت تقول قبيل لويزا حنو. لما انت تقول مثلا الانتماء
ناخذ مثلا بيت هذاك اللي راه مازال الى اليوم الناس راه تحكي عليه، وكاين ناس اللي ما مش حتى فاهمينه، نتاع عبد الحميد بن باديس رحمه الله، اللي يقول فيه: شعب الجزائر مسلم والى العروبه ينتسب، والى العروبه ينتسب. فرق بين الانتساب وبين الهويه. انت دوك لما تصير انت تنتسب، هذا لا يعني من ان هذيك هي الهويه نتاعك. نعطيكم كمثال، واحد من اللاعبين، اسمحوا لي راه شويه ضربني شويه نتاع البرد، واحد مثلا من اللاعبين راكم تشوفوا فيهم، قال مثلا زيدان او واحد من اللاعبين الاخرين يلعب في فرنسا، يلعب مع فريق، الهويه نتاعو هو فرنسيه ماهوش فرنسي، هو ينتمي الى فريق، وكاين حتى من خواتنا القبائل لما تقول له مثلا، كاين يصرع نقاش ولعلكم راكم تبعتوها، قال مثلا لما يقول له مثلا زيدان هذاك فرنسي ماهوش الجيريان يغيظوا الحال، يقول له كيفاش هذاك موش جزائري، هذاك جزائري وغير فقط هو راه لعب في كره القدم، حبيت انت تقلبه باللي فرنسي جزائري وقبيلي وكذا وكذا. لكن لما هو يسمع كلمه نتاع انه جزائري عنده انتماء عربي ما يعجبوش الحال. لماذا؟ خطر كاين هناك خلط، فرق بين الهويه وبين الانتماء. الانتماء ولا الانتساب فرق. الهويه هي مجموعه نتاع عناصر، فيها الدين، فيها اللغه، فيها الثقافه، فيها التاريخ، فيها المولد، فيها النشأة، كثير من المعطيات، منها ما هو متغير، منها ما هو متطور، منها ما هو ثابت، منها ما هو أصلي، منها ما هو فرعي، إلى غير ذلك. وقلت لكم يعني راني جبت لكم قبيل مثال ونعطيكم أمثلة كثيرة. قال مثلا درك واحد مثلا هو راهو قال مثلا قبيلي أو عربي، خلينا نجيبو عربي، قال راهو عربي، نجيب واحد من السعوديه، ما هضرش على الجزائر المره هذه، جيب واحد من السعوديه، راهو قال مثلا واحد عربي، عربي قح، هاي عنده باباه وامو عرب قح، اي جات حادثه من هذا الاحداث اللي راهم يصراو هكذا منا، قال ما تهمشوا النظام تاع السعوديه هذاك، اي هرب خرج، جا عاش مثلا قال نقولوا في كندا، عاش في كندا، من بعد عند ابنه كبر، هو راه عربي قح، ابنه هذاك تزوج بوحده كنديه، كنديه ديك متمشي الترن في العربيه، ايا تصارعت هي ويا، تصارعت هي ويا، غلبته، ايا من بعد يولي ابنه هذاك يتكلم غير بالكنديه، نقولوا مثلا يتكلم بالانجليه، العربيه ما يفهمش فيها الترن، كيما راهو درك ولد نكاس، أيا مثال برك. من بعد هو يكبر، يكبر عنده منطاليتي نتاع كندا، ما عاش مراح للسعودية ما شافها ما على بالو، من بعد هو يتزوج، يتزوج بوحدة يهودية، ولد بنو هذا كيفاش راح يخرج؟ يخرج عربية، يخرج. خطر عليها كما كنت نقول لكم انا، كاين هناك اشياء ثابته وكاين هناك اشياء متغيره. درك هذه المشاكل اللي راها دوك الان هي تصرى لسوء الفهم نتاع الموضوع هذا. مرات هو انه تلقى مثلا واحد هو يتفاخر بالسلاله نتاعو، او يتفاخر بالدين نتاعو، او يتفاخر بالمنطقه نتاعو، وفي المقابل يقصي الاخرين. لما هو يحاول يقصيهم تصير فيه ردود أفعال، ومرات حتى تؤدي إلى الاقتتال.
خطر عليه هو بروحه مش فاهم الموضوع، ترك عربي عربي على روحك، وانت راك قبيلي قبيلي على روحك، ولا اخر راهو فرنسي ولا اخر راهو مسيحي ولا اخر راهو يهودي ولا اخر كذا. راه هذه الهويه هويه على جال باش نعرفوك انت، انت شكون. لكن كاين هناك اشياء اللي هي مفهومه فهم خاطئ، ومنها العلم. العلم مره على مره نسمع انا ناس يقول لك باللي هذا العلم الجزائري وهذا العلم تاع الهويه. ناخذ كمثال نقولوا انت سيدي تاع الامازيغ عندهم علم، فرضا عندهم علم سيدي، قال في المنطقه نتاع القبائل هم داروا علم. علاه درك في المنطقه نتاع القبائل راهم كاين زوج علامات؟ لماذا؟ اسئله، لماذا راهم كاين زوج علامات؟ ولماذا درك هذا الاعلام هذا اللي راهو درك مثلا في منطقه القبائل راهم صاروا يهزوا فيه مثلا في المغرب او صاروا يهزوا فيه في تونس او كذا؟ لماذا؟ الغرض منه هو التوحيد، صح ولا لا؟ لا. ناخذ في المقابل، اذا كان للامازيغ علم فما هو العلم تاع العرب في الجزائر؟ واش هو العلم تاعهم؟ واش هو العلم تاع العرب في المغرب؟ ما هو العلم تاع العرب في تونس؟ ما هو العلم تاع العرب في موريتانيا؟ ما هو العلم تاع العرب في فرنسا؟ لو كان نوليو دوك نمشيو بالمفهوم هذا وبالمنطق هذا نتاع انه قال مثلا عنصر راهو عنده الدرابو نتاعو، هاد العرب اللي راهم متوزعين دوك هما في القارات الخمسه، ما هو العلم نتاعهم؟ هو واش هو العلم نتاعهم؟ قادر يقول لي دركا واحد لا اله الا الله محمد رسول الله، والمسيحي عربي ولا مش عربي؟ واليهودي اللي راهو عربي هو عنده عنده الاسم ولا ما عندوش؟ كاين اللي راهو يهودي عربي، كاين اللي راهو مسيحي عربي، كاين اللي راهو ما يامنش خلاص بالديانات راهو عربي. فهذا الموضوع هذا نتاع الاعلام هذا عنده فهم خاطئ. علم نتاع الوطن علم الجزائر تتوحد حوله الناس، قضيه نتاع الهويه نتاعك انت، انت راك قبيلي، واحد ما راهو راح ينحيها لك. من المستحيلات السبع هو انه يجي واحد ينحي لك هو القبيليه نتاعك. او في المقابل قال انت راك عربي، من المستحيلات السبع هو انه يجي واحد هو ينحي لك العربيه نتاعك. وحتى اسيء فهم الموضوع نتاع قال نحن امازيغ عربنا الاسلام. هذا الموضوع ايضا تحدثنا عليه في وقت سابق ونزيد نعاود نكرره بهذه المناسبه. هذا تضليل للراي العام. الاسلام لم ياتي ليعرب الناس، والدليل في ذلك شوفوا تركيا، شوفوا اندونيسيا، شوفوا ماليزيا، اسبانيا، كثير من الدول اللي دخلها الاسلام، الاسلام لم ياتي ليعرب الناس بدليل القران. اختلاف الألسنة راها موجودة في آية من آيات الله في القرآن. الإسلام لم يأتي من أجل تعريب الناس، بالعكس هو خلق هذا الاختلاف كثراء حتى باش الناس توحد ربي أكثر. قال شوف سبحان الله، احنا الآن درك برك مرات الإنسان يشوف قال مثلا في تجمع منبهر، قال جماعة البريجية يا خويا يا صاحبي شوف شوف ذاك المنظر في البرج يا صاحبي، ما شاء الله ما شاء الله، شوف 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 منظر في البرج، ما بالك انت خلق ربي كامل العالم كامل، كيف راها تنفس الناس، كيف راها تتكلم بلغات مختلفه، كيفاش راها تستعمل في وسائل تاع نقل مختلفه، وسائل اعلاميه مختلفه، والناس هذه راها عايشه، وهذه القوه اللي راها حاكمه هذا العالم كامل، هذا الكون كامل، السماء راها تمشي تطلع في وقتها، والشمس وكذا، والارض وكذا وكذا، وكل حاجه في بمقدار. فهمتوا الاخوه؟ اذن هذه المساله اسيء فهمها. هذه مساله هذه نتاع قال نحن امازيغ عربنا الاسلام،
أو قال مثلا الجزائر دولة عربية، نفس الشيء أيضا هذا الموضوع هذا أسيء فهمه. الجزائر فيها الأمازيغ وفيها العرب، والموضوع هذا نتاع الهوية أسيء فهمه. وللأسف الشديد هو أنه كاينين الناس اللي هما متعصبين سواء من العرب ولا من القبائل، ما مش فاهمين حتى هذا الموضوع تاع الهوية، واستعملوا هذا العنصر هذا سواء تعلق الأمر بالعربية أو بالأمازيغية، وصاروا ناس هكذا يشرعوا، وصاروا ناس هما يفهموا في الناس عن طريق الخطأ، إلى أن راهم رايحين يوصلوا الناس للاقتتال من طرفينا. يعني مثلا البارح أنا نشوف في فيديو في العاصمة، يعني واحد جحافل من الناس كلها بالأعلام الوطنية مش يشوف فيهم، ومركز على مجموعة من الناس قدام لا غران بوست، وصاروا هما يستغلوا في الفرصة من أجل بعث رسائل للخارج ماشي للداخل. يروحوا هما، قال دوك مثلا الناس تروح تصلي، هما يروحوا يسبقوا يحتلوا هذيك المناطق الاستراتيجية قدام لا غران بوست، وعلى جال باش هما تركز هذيك وسائل الإعلام ثم، وقال ها راهم هما اللي كذا. علاه اخويا؟ علاه الناس راه تفكر هكذا؟ من جهه الناس راه خارجه بمطالب، على جال باش قال تغير هذا النظام، انت قاعد انت تستغل في هذه الفرصه من اجل الظهور، من اجل البروز، من اجل بعث رسائل وبعث كذا. الى غايه دوك الان هذا الصراع هذا اللي راه دوك الان راه موجود، ناس راه تنشر في بعض قال اللافتات صار فيه اقصاء وصار فيه كذا، قال هذاك طابو هاو زوافي، العربي زيطوط هاو زوافي، بوشاشي هاو زوافي، وحنا نتوع بن باديس، وهذوك نتوع باريس، و يا دي لعنو بليس، يا لعنو بليس، خافوا ربي، خافوا ربي. الجزائر هذه نتاع للجميع، لا أحد يستطيع هو أن يقسي جزائري، جزائري نتاعو مثلك أنت، من تكون أنت على جال باش أنت تقسي الناس؟ بانينها على الإقصاء، مازال مامبا ما غيروش النظام، مازال مامبا ما داروش حكومة، مازال مامبا ما داروش انتخابات، ودايرينها على الإقصاء من البداية. كل واحد يحوس يجبد في الجبدة نتاعو، والجزائر ماشية لما لا تحمد عقباه بهذه العقليات. والله العظيم إذا كان ما لقيتوش ناس يستعملوا توجيه صحيح عن طريق وسائل الإعلام ثقيلة وفي الصحف وكذا، والله العظيم بهذه العقلية تغركم مدين البلاد، مدينها الهاوية. راك انت عربي مسلم، من حقك ان تعيش في الجزائر، وتدعو انت بالأخوة وبالمحبة وبالتي هي احسن تدعي انت خاوتك. واحد راهو غالط والله، ذيك انت تنوره تفهمه توري له طريق تنصحه، تروح انت تصير انت تقسي في الناس، صار يخرج لك واحد، وخاصة من هذ الانتهازيين اللي ظهروا درك هما بعد ما سمعوا درك باللي بوتفليقة راح يلا مناضلين. انتو 22 فيفري، ناس سنوات وهي تعمل، سنوات وهي تجتهد، سنوات وهي تسهر الليل مع النهار من اجل على جل باش يبنيو جزائر، وناس يلا خرجت يلا راح يدير لك فيها سيلفي، والله يدير لك فيها تجمع، والله ما قال والله، وصاروا يصنفوا في الناس انت زوافي، انت حركي، انت خائن، انت كذا، انت كذا، انت كذا. والاقصاء يستعملوا في سياسه الاقصاء لدرجه ما تقدرش تتصورها، سواء من الناس هذو الانتهازيين هذو، او من الناس اللي راهم كانوا في النظام، او من الناس اللي راهم منهم هما ينتميوا لهذا المعارضه بين قوسين. ما نقدروش حنا نبنيو هذه الجزائر الجديده عن طريق الاقصاء. الجزائر تسع الجميع، كلنا خاوه، وكاين مواضيع ليس المجال للنقاش فيها الان، لابد هو ان الناس تركز روحها من اجل تغيير هذا النظام، تغيير مرحلي، تغيير منهجي، تغيير اللي هو يقود الجزائر الى الاحسن، مش اللي يروح يغرق الجزائر يغرقها في المتاهات. صار دوك انت ناس، بارح درت انا منشور
حول احمد بن بيتور، يجي واحد نتايا يتهمك من انك انت راك من تاع الكاشير، واحمد بن بيتور اللي هو طيلة التسعينات هو مع العصابة الحاكمة صار هو شخصية وطنية وصار هو كذا وهو كذا، ويجي ويهدرك على التغيير وهو راه ما هو فاهم فيه حتى حبة. هذا اللي راه درك هو بالامس كان واقف مع نزار وكان واقف مع العربي بالخير، هذه معلومات تاريخية اللي كان تجهلها ولا كان ما تعرفهاش، وهذه راه داخلة في هذا الإطار تاع الموضوع تاعنا. كان معاهم، كان وقف معاهم، كان حاكم الخزينة. الناس راه تحكي الآن دوكا على الفساد وتحكي كيفاش هذو أرباب المال اللي ظهروا هما في العشرية الحمراء وكذا. كان بن بيتور كان حاكم الخزينة تاع الأموال في التسعينات، ومن بعد جايين لك من لخرها ودار الاستقالة، ما تفهمش هو مع بوتفليقة، تفاهم مع نزار، تفاهم مع التوفيق، تفاهم مع التواتي، تفاهم مع رضا مالك، تفاهم مع بليد عبد السلام، تفاهم مع مقداد سيفي، تفاهم معهم الكل، ما تفهمش غير مع بوتفليقة. على واش ما تفهمش معه يا اخي؟ الناس كلها برنامج نتاع فخامته، على واش ما تفهمش معه؟ شكون هما الوزراء؟ عينهم هو من نهار الاول. انت لو كان تكون انت راه عندك زعما قال فكر، ولا راه عندك انت مشروع، ولا ذي لماذا دخلت؟ على واش دخلت؟ دخلت نورمالمون من نهار الاول قال انا هام الوزراء اللي نعينهم، واذا كان انا ما تعطينيش الحريه على جال باش ندير انا الوزراء ما نمشيش معاك مباشره. كيفاش انت تقبل يعين لك وزراء زرهوني ويحيى واسمو هذاك تاع حمص عمار غول، هذاك واش اسمه نور الدين بوكروح تاع النهضه دربال اللي راهم داروه من بعد تاع المراقبه تاع الانتخابات، ووزراء معاه، ومن بعد ما تفهمش هو وياه وقال لك دار الاستقاله. ومن الغرائب يتحدث الان الناس يقول لهم بلي راني درت الاستقاله في اوت 2000، شوفوا مليح على التاريخ هذا، في اوت 2000 وهما داروا سؤال في المجلس الشعبي الوطني، راهو داروا واحد كان في الارندي يقولوا له بن دريهم، اعتقد انسحب فيما بعد، كان وزير سابق، دار واش اسمه، دار سؤال شفوي قدموه في البرلمان في 8 نوفمبر 2000. شوفوا مليح على التواريخ، هو دار الاستقالة يقول باللي دارها في اوت 2000، والسؤال الشفوي مروه في 8 نوفمبر 2000، سبتمبر واكتوبر ونوفمبر تقريبا 3 شهور. الحكومة انت راك تقول باللي مستقل لانه في تلك المرحلة ما قالش باللي راهو استقال، والله جاوا الوزراء وحضروا، من بينهم هذا بوكروح، من بينهم هذا عمار غول، من بينهم عمارة بن يونس، ومن بينهم هذا دربال، وكان وزير الداخلية يزيد زرهوني، وجابوها على المباشر ويهدر ويقول النازيين الجدد هذو اللي كانوا مع أحمد طلب الإبراهيمي في 2000. ما تتكلمش، قول بلي أنا خاطي، قول بلي أنا راني ضد هذا الرفض نتاع الاعتماد. علاه الآن 2019 مازال ما تكلمتش؟ ومن بعد درت باساسيون كونسين الوسمو ولا ما درتش البنفليس اللي خلفك نفس الشيء بنفليس، لماذا لم تتكلم الان؟ خي بكري قال دوك اني سمع ذاك النهار قال لك ها هو طرطاق وما نش عارفه هم لقاو السياره وراها تراقب فيه وكذا، صرت انت دوك الان مراقب وصرت انت مهدد وكذا، ها وراح طرطاق، ها وراح توفيق، تحدثوا شكون هو اللي حضر الحركه نتاع وفاء والعدل في 2000؟ لماذا؟ ما هي الاسباب اللي خلاتكم دوك انت الان صرت انت تجمع مع علي جدي، وصرت انت تجمع مع محمد السعيد، وصرتوا تجمعوا مع بعضكم؟ فهمونا علاه، لماذا؟ عندي 18 سنه انا ما روحتش البلاد، توفى والدي ما حضرت لهمش، توما قاعدين بالباسبور ديبلوماتيك، باسبور ما عنديش اللي كنت داخل في الاطار هذا نتاع الهويه، باسبور ما عنديش باش نتنقل، حق من حقوقي. ويجيو ناس هكذا تاع كاشير، مشي روح ركب راس، مشي روح ركب راس.
راس ما عندكش، فهمت؟ ماكم فاهمين لا سياسه ولا فاهمين حتى واسمو، قاعدين هكذاك تسبوا في الناس، ديروا في ليزيتيكات للناس، تهموا في الناس. ثم ديروا البارح كنتوا مع برنامج نتاع الفخامه نتاع الرئيس وديروا له في الحمله نتاعو، ودوك راكم ضد النظام نتاع بوتفليقه، وراكم مع التغيير يا اخي، راكم مع التغيير. قاعد نشوف انا في بعض الوجوه كانوا يكتبوا بنا في التقارير في التسعينات، دوك الان راهم ضد النظام، احنا رانا ناكلوا في الكاشير يا اخي، رانا ناكلوا في الكاشير، وانتم راكم ضد النظام. انتم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.